نظمت إدارة التجنيد والتعبئة التابعة للقوات المسلحة احتفالية لعدد من ذوي الهمم بمحافظة كفر الشيخ بعد إنهاء مواقفهم التجنيدية. في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء الوطن من ذوي الهمم، وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية لتوفير كافة سبل الراحة والتيسير لهم، نظمت إدارة التجنيد والتعبئة بالتعاون مع محافظة كفر الشيخ احتفالية بالصالة المغطاة بالمحافظة لذوي الهمم، وتسليمهم شهادات الإعفاء الطبي لإنهاء مواقفهم التجنيدية. وألقى اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة كلمة أشار خلالها إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتوفير كافة سبل الدعم للتيسير على أبناء الوطن من ذوي الهمم، واتباع أساليب التطوير التي تليق بأبنائنا، مما يسهم في تعميق علاقة الترابط بقواتهم المسلحة. وألقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ كلمة وجه خلالها الشكر للقوات المسلحة وما تقوم به إدارة التجنيد والتعبئة من جهود خلال دفعها للجان التجنيدية لأبناء مصر من ذوي الهمم لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية. وتضمنت الاحتفالية تقديم فقرات فنية تعبر عن الصبغة التاريخية لمحافظة كفر الشيخ، كما وجه الأبناء من ذوي الهمم ومرافقيهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمته لنا وحفاظه علينا وعلى أسرنا وعلى أولادنا ذوي الهمم. نشكر المسؤولين كلهم ان هم سهلوا لنا الموضوع ده، لان برضو كان بقى في صعوبه ان كل الناس دي والناس تعبانه دي تروح المنصوره منطقه التجنيد. وبنشكر وزاره الدفاع ان هي اتاحت الفرصه ان احنا ما نتعبش ونروح اي مكان، وكانت الاجراءات متيسره جدا، فاحنا بنشكرهم جدا على المجهود اللي عملوه معانا. نقدم بخالص الشكر والتقدير يعني للقائمين على العمل الطيب ده، ومسائلين المولى عز وجل ان يبارك فيه وان يجعل بلدنا مصر بلدا امنا وامان.